من عبد من دون الله وهو غير راضي. أحيا الله اجتهد أجلس. لو قال لك إنسان ما شاء الله وشئت، ماذا بماذا تجيب هذا؟ نعم يا أخي، تقول له ماذا؟ الله يفتح عليك، أجعلت لله ندا بل ما شاء الله وحده، فتح الله عليك. إن لم تقل هذا فأنت طاغوت ولا شك. إذا انحنى لك إنسان تقول بارك الله فيك، طاغوت. لأن العبادة حق لمن؟ لا يصح أن يصرف شيء من العبادة لغير الله. نعم. طيب نعم نعم يا أخي. يقول إفراد الله سبحانه وتعالى بتدبير الكون وإنزال المطر من توحيد الربوبية، طيب مما ينافي أصل التوحيد، الشرك الأكبر أو الشرك الأصغر أو البدع؟ الشرك الأكبر. أوجب الواجبات بر الوالدين، سبحان الله، بر الوالدين غير واجب؟ واجب، لكن أوجب الواجبات توحيد. نعم. أعظم المحرمات الزنا والربا وكبائر كذلك، لكن الشرك بالله. نعم عندنا صغائر، وأعلى من الصغائر كبائر، وأعلى من الكبائر شرك أصغر، وأعلى من الشرك الأصغر الشرك الأكبر، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. طيب المعراج هو رحلة النبي عليه الصلاة والسلام من مكة إلى بيت المقدس، خطأ، عرج به إلى السماء، وهذا في قلنا فضيلة للنبي عليه الصلاة والسلام، وفيها أهمية الصلوات المفروضة الخمس أنه فرض الله سبحانه وتعالى بنفسه. طيب أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى من؟ بل إلى الثقلين، الجن والإنس، وكان النبي يبعث إلى قوم خاصة، وبعث عليه الصلاة والسلام إلى الناس كافة، فكل من بلغته دعوة محمد صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن به كافر، كائنا من كان، حتى وإن كان على مثل ما كان عليه إبراهيم عليه الصلاة والسلام. إذا لم يؤمن بنبوة محمد عليه الصلاة والسلام، الدليل ما هو؟ الدليل أن كل من بلغته دعوة محمد عليه الصلاة والسلام ولم يؤمن به فهو كافر كائنا من كان، حيث قال والذي نفسي بيدي لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي لكان من أهل النار، قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب. نعم. طيب تفضل. نعم نعم. هل مات النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم. ما الدليل؟ قال الله تعالى إنكم ميتون وإنهم ميتون إنكم يوم القيامة عند ربكم. كتب الله سبحانه وتعالى الموت على كل الخلق، حتى أن عيسى عليه الصلاة والسلام في آخر الزمن ينزل إلى الأرض ويموت، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. فالنبي عليه الصلاة والسلام قد مات، لكن مات عليه الصلاة والسلام بعد أن أكمل الله سبحانه وتعالى به الدين، فلا يستطيع أحد أن يأتي بشيء بعد موته عليه الصلاة والسلام، صحيح؟ نعم. طيب من كذب البعث كفر، كفر أكبر أو أصغر؟ كفر أكبر.
لماذا؟ لأنه أنكر ركن من أركان الإيمان. نعم أجلس. نعم يقول دين الأنبياء. أخذت سؤال أول، سؤلت قبل. نعم دين الأنبياء واحد صح أو خطأ؟ الدليل ولقد بعثنا في كل أمة أي في كل طائفة رسولا. ما هذا البعث؟ أن اعبدوا أي وحدوا الله. إذا دين الأنبياء واحد، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فتح الله عنك. نعم يقول نعم عند من؟ نعم الهجرة ما هي؟ الهجرة هي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. واليوم؟ اليوم يسموا هجرة من بلد الإسلام بلد الكفر. ليست هجرة. أنا أعرف يسمونها بغير اسمها. أي نعم. طيب قسمنا الهجرة إلى ثلاثة أقسام. الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام باقية إلى قيام الساعة. الهجرة الثانية هي الهجرة من بلد من مكة إلى المدينة، وهذه انقطعت بفتح مكة، لا هجرة بعد الفتح. وهذا قلنا فيه بشارة من النبي عليه الصلاة والسلام أن مكة لا تعود بإذن الله بلد كفر. الثالث أن تهجر ما حرم الله. كيف؟ تهجر العمل كل ما حرم الله وتقدم هذا الشرك، والعامل والأزمنة والأمكنة. أي نعم. طيب يقول دين الإسلام ولله الحمد كمل إلا ما يأتي من الرؤية الصادقة أو الصالحة صح أو خطأ؟ لماذا؟ اليوم أكملت لكم دين، وهذا معناه، هذا معناه أنه كأنه هذا يتهم النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لم يبلغ، وأبقى شيء لم يبلغه للأمة. ولماذا يخص هذا دون بقية الأمة؟ صحيح، لكن الرؤية مبشرات، فنعرضها على الشرع. وافقت الشرع، عملنا بها، خالفت الشرع رددناه. يا أخي قلنا هذا أراد أن يصلي الظهر خمس ركعات، أراد أن يصلي الظهر كم ركعة؟ خمس ركعات. الركعة الخامسة يقرأ فيها الفاتحة ويركع ويسجد ويأتي بكل شيء، هل صح؟ سبحان الله، هل يعاقب الله على الصلاة؟ يا رجل ما يعاقب الله على الصلاة، يعاقب على ترك السنة. لابد في العبادة من شرطين، إخلاص ومتع، وهذا مخالف. إذا ما يعاقب على الصلاة، يعاقب على ترك السنة. نعم طيب لابد قلنا من التفريق بين الحكم على الفعل والحكم على الفاعل. نحن الآن تعلمنا ولله الحمد في هذه الدورة الحكم على الفعل. أما الحكم على الفاعل يحتاج إلى إقامة الحجة، ونرجع للعلماء. كفر العلماء كفر، توقف العلماء توقفنا. وهذه مسألة خطيرة قلنا لابد التنبه لها. أول الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، آدم عليه السلام، وأول الرسل نوح عليه السلام، وخاتم الأنبياء والرسل عليهم الصلاة، وكل من ادعى النبوة والرسالة بعد موته عليه الصلاة والسلام كاذب وكافر، ومن صدقه مثله. من ادعى المساعة، من ادعى المساعة كاذب وكافر. من ادعى المساعة من ادعى علم الغيب وكاذب. نعم أجلس. نعم من؟ نعم
يقول ما الدليل على ما يلي؟ العلم قبل القول والعمل. يقول الله تعالى في سورة محمد فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر للأمر. أي آية فيها أول نداء وأول أمر وأول نهي؟ الأول نداء وأول أمر وأول نهي في بداية سورة البقرة، في أول سورة البقرة في قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس من مؤمن وكافر ومنافق اعبدوا أي وحدوا ربكم. لماذا؟ لأنه الخالق والمستحق للعبادة، واستدل بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية. ثم ختم الله سبحانه وتعالى بقوله: فلا تجعل الله أندادا شبها ونظرا ومثلا. وأنتم تعلمون ماذا؟ أن الله سبحانه وتعالى هو المنفرد بالربوبية، لا بد أن يفرد بالألوهية. اجلس. ما الدليل يقول على المسائل الأربع؟ قوله تعالى: والعصر. والعصر، سورة العصر. من كذب بالبعث كفر. ما الدليل؟ قوله تعالى: زعم الذين كفروا. الرغبة والرهبة والخشوع. ما يعقل أن هذه الأسئلة يعني ما تعرف فيها شيء. أسهل ما يكون هذا. بعضها يعني معلوم من الدين بالضرورة، فلا بد أن تعرف هذه الأدلة. قد يذهب عليك دليل تتذكر آخر بإذن الله. مثال الآن، وأن المساجد لله، قلنا أن هذه الآية تستطيع أن تستدل بها في أمور، وهذا من بركة القرآن. نعم. الخالق والمستحق للعبادة، قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، الحمد لله رب العالمين. طيب، الخوف والرجاء والخشية والتوكل والذبح والنذر. ما الدليل أن الإيمان قول وعمل واعتقاد؟ قول وعمل جوارح وعمل قلب واعتقاد، يزيد وينقص. قوله صلى الله عليه وسلم: أدناها فعلاها قول لا إله إلا الله، هذا قول، وأدناها عمل الجوارح وعمل القلب. أيكم زادته هذه إيمان؟ يزيد نعم، وينقص كما في قوله النبي عليه الصلاة والسلام: ناقصا في عقل ودين. طيب، ما الدليل على أن أول الرسل نوح عليه الصلاة والسلام؟ كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعد. وفي الحديث الطويل، حديث الشفاعة، قال: اذهبوا إلى نوح فإنه أول رسول. نعم. بعده. نعم. لماذا ندرس التوحيد؟ لأن حق الله على العبيد. حق الله على العبيد. وأول ما أمر الله. أعظم أوجب الواجبات وأول الواجبات دعوة الأنبياء والرسل وأتباع من بعدهم. لا يقبل الله سبحانه وتعالى أي عمل إلا به. لا يدخل الجنة إلا موحد. استقرار الأمن، الهداية، الطمأنينة، حلاوة الإيمان، سبب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، بحاجة للتوحيد أكثر من حاجة الطعام والشراب، ولا يستطيع أن يستغني عنه طرفة عين. ثم هذا الذي أقول لك: لماذا ندرس التوحيد؟ ماذا تصنع؟ لا قلنا: ماذا تصنع مع هذا الذي يقول لك لماذا ندرس التوحيد؟ تسأل. نقول: أوجدك الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا، وأعلمك أنك خلقت لتكون عابد لله وموحد لله، ولا يقبل الله سبحانه أي عمل إلا به، ويدخل الجنة موحد. هل أنت موحد؟ يقول: نعم. يقول: اشرح لي التوحيد الذي فرض الله عليك. كذلك نسأله عن الشرك، وهذا تقدم معنا، صح؟ طيب، لو قال لك: لماذا ندرس الأصول الثلاثة؟ نصيحة العلماء لنا طلاب، وليس لنا أن نبتدع طريقة جديدة في طلب العلم، لا بد أن نسير على هذه الطريقة حتى نصل إلى ما وصل إليه العلماء. الثاني، الإجابة عن أسئلة القبر. ف
فتح الله عليك. طيب نعم، ما الثمرة التي نجنيها من دراستنا أصول الثلاثة؟ نعم، والعمل والدعوة الصبر وغيرها. الإجابة عن السنة القبر. نعم، اجلس فتح الله عليك. نعم، نعم يا أخي، عرف لنا التوحيد لغة. جعل شيء واحدا، أصل واحد الشيء إذا جعل واحد، ولو يعني خالف البعض قل يا أخي اترك هذا الكلام، نريد التوحيد شرعا. نعم، إفراد الله بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. توحيد الربوبية، إفراد الله بأفعاله، أو إفراد الله بالخلق والملك والتدبير. توحيد الألوهية، إفراد الله بالعبادة، أو توحيد الألوهية أو إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعال العباد. توحيد أسماء الصفات، إفراد الله بما وصف وسمى به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك ما أثبت لنفسه ونفي ما نفى عن نفسه من غيره ولا تعطيل ولا تكييف ولا تشبيه. فتح الله عليك، أجلس. طيب، لكن على مهل يعني إذا أخطأت أنا يعني تمهل عليك. من يعرف لي التوكل؟ تعرف هناك في الخلف؟ أنت؟ أي أنت؟ تعرف؟ أمامك تعرف التوكل؟ نعم يا أخي، صدق الاعتماد على الله سبحانه وتعالى مع الثقة به والأخذ بالأسباب المشروعة. فتح الله عليك. غيره؟ نعم أخي، أقال هذا، نريد الخشية. الخشية هي الخوف المبني على العلم بعظمة من يخشى وكمال سلطانه. تكون من؟ من العلماء. الدليل من عباده العلماء، جعلك الله منهم. طيب، نعم، شرح أركان الإيمان، هذا المكتوب يعني في أكثر المذكرات، حتى هنا يعني أحيانا يكون ناقص، أقل شيء الذي كتب لك في المذكرة، فتراجع لنا هذا المكتوب وتكتب كل شيء مكتوب عندك، لأن هذا مختصر المختصر، تختصره ما ينفع. جاءني يوم رجل وقال يعني تتعب الطلاب في حفظ الأصول الثلاثة وكذا، أنا عندي لك حل، عندي مختصر للأصول الثلاثة. قلت ما شاء الله، خذ، وإذا حديث جبريل فقط. طيب إخوانا، معنى لا إله إلا الله، يعني هذا الرجل تعب والعلماء تعبوا في شرح هذه الأصول، كل العلماء ما واحد منهم قال اتركوا الأصول الثلاثة وقفوا على حديث جبريل فقط عليه السلام، صح؟ ما يصلح هذا الكلام. الآن يا إخواننا، في أهل نفاق موجودين عندنا. آخر جاءني وقال يا أخي، لماذا يحفظ الطلاب الأصول الثلاثة؟ هل حفظ الأصول الثلاثة أبو بكر وعمر؟ قلت نعم. قال كيف؟ قلت نعم، أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، لو تسألهم عن الإيمان والإحسان ومعنى لا إله إلا الله وبعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى من بعث، ما يعرف هذه الأمور؟ هذا هو ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، معلوم من الدين بالضرورة، صح؟ إيه نعم، ملبس علينا. إخواننا، لا تسمعوا إلا
لكلام الأئمة. يأتينا طالب يقول لماذا تحضر؟ لماذا هذا الدور أصلا؟ ما تصلح ولا كذا مثلا. إيه؟ طيب، فهذا يعني هذا المكتوب الآن في أغلب المذكرات لا يصلح. تكتب الشرح الموجود عندك، وهذا يعني مأخوذ من شرح الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد وكذلك في الواسطية. الإحسان، نعم، الإحسان كم ركن؟ ركن واحد. وتحت هذا الركن قلنا إما عبادة المشاهد أن تعبد الله كأنك ترى، عبادة رغبة وحب وشوق فيما عند الله، أفلا أكون عبدا شكورا؟ يعني أقوى دافع يدفع هذا إلى العبادة الرغبة والحب، لكن ما يمكن أن يأخذ جانب دون جانب. قلنا لابد أن يجمع في السير إلى الله بين الخوف والرجاء. الثاني عبادة مراقبة، خوف وهرب. فإن لم يستطع الوصول إلى المرتبة الأولى لا يمكن أن يخرج عن المرتبة الثانية. طيب، فتح الله عليك. نعم، نعم. أن تلد الأمة ربتها، نعم. كثرة الرق، يكثر الرق أو عقوق الوالدين أو انقلاب الأحوال أو الملك عنده جارية تسرى بها بشروط، يعني ذكرت في الشريعة تنجب له ولد، إذا مات الملك أصبح هذا الولد سيد على أمه. نعم، أن ترى الحفاة العرى العالة، ينقلب هذا الفقر إلى غنى. نعم، قلنا لابد للطالب من أمور وحقوق ستة، وهي حقه مع نفسه، مع نفسه، حقه مع شيخه، مع شيخه، حقه مع زميله، مع زميله، حقه مع العلم، مع العلم، وحقه مع الكتاب، مع الكتاب، حقه مع المكان، مع المكان. فتح الله عليك. أجلس. نعم، من؟ أخذت سؤال؟ تفضل. نعم، نعم، نسب النبي صلى الله عليه وسلم، نسب الاسم، الاسم فمحمد، محمد بن عبد الله، بن عبد الله، بن عبد المطلب، بن هاشم، بن هاشم من قريش، قريش، وقريش من العرب، عرب، العرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، عليهما وعلى نبي